السلامة، مرحبا بكم من سكول في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تكون اول فيديو تاع ميكانيك السيارات في سنة 2021. واليوم حبيت نكمل السيرين تاع لي تيموا. كان متعرفش اللي نعمل السيرين تاع لي تيموا، نحكي كل مرة في فيديو على دو تيموا، تيموا احمر وتيموا اورانجي ولا اصفر. كنت تعرفش معناتها تيموا احمر اصفر اورانجي ولا حتى اخضر، ما عليك كان تنزل على الجانب باش نحطو لك الفوق به. واليوم باش نكملو لي تيموا الاخرانيين ان شاء الله بعد السيري فات و فيديو كهو به. في الفيديو الاخراني غير نحكيو على تيموا وهم على الاخر، ونصور تخرج الفيديو على خاطر تيموا هذاك حايرين في برشا عباد، وان شاء الله اليوم نفضو الحكاية نتاع تيموا هذايا في ظرف 3 ولا 4 دقايق. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل ابوني للشان يوتيوب، وكان عندك الفيديو ما تنساش تبارتاجيه مع صحابك. شنو مشكل كان جاي يوتيوب الفيديو ما يسالش، بارتاجيه مع صحابك باش الناس الكل تعرف، وتبعنا في نوتر باش فيسبوك وانستغرام. باهي قبل ما نبدأ الفيديو باش نوريك توا لي 4 تيموا انا حكيت عليهم في سنة 2020، في اخر سنة 2020 نوريك توا تصورهم هوني. كان تفهم تيموا تحب تعرف شنو هي السينيفيكاسيون تاعو، شنو هي الطعم كي يشعلك، واسكو خطير ولا لا، عليك كان تنزل على الليان باش نحطو لك الفوق. اما قبل ما تنزل على الليان باش نحطو لك الفوق كمل الفيديو هذا. وحبيت نقول لكم زاده ان شاء الله دونز اون سيمين بعد ما يهبط الفيديو هذا دونز اون سيمين ان شاء الله فما اس ام تاع كهرباء. كان تحب تعرف شنو هي الكهرباء باش نعمل لها اس ام، عليك كان تبعني سوغ نوتر باج انستغرام اوتو باسيون تونيزي، تنحط لك الاسم تاعها كامل غادي وين تلقى، حتى سوغ نوتر باج فيسبوك زاده نفس الاسم غادي وين تلقى التصاور تاع الكهرباء اللي باش نصورها ان شاء الله. باش نحكيو على الديتاي كل تاعها، افونتاج انكونفينيون. كهرباء مرة هذه سبيسيال شويه، معناتها مش نعطيك اكثر حاجات. كان تحب تعرف شنو هي الكهرباء ما تنساش تبعنا في نوتخ باج فيسبوك ولا انستغرام في الستوري ولا حتى في اللي بيكاسيون. غير ما نطول عليكم نبداو باول تيموا. اول تيموا هو اللي وقعت يطرا فيه توا قدامكم، تيموا احمر. باهي شنو هي السينيفيكاسيون تاعو؟ ليك كيما قاعدين تراو فما فولون وما عندهاش بوان ديكسلاماسيون، باهي معناتها راهو ديريكسيون اسيستي. اذا تعرف تبيع فيها ديريكسيون اسيستي، ديريكسيون اسيستي ما عادش تخدم سي بون، معناتها وقت الدم يشعلك هو باش تحس انو الفولون ولا رزين في التدوير. فيه شنو تعمل؟ باهي اول حاجه تعملها كانك قريب ميكانيسيان، حاول تسوق في عقلك ومشي ميكانيسيان. كانك تحس روحك ما تنجمش تسوق في ميشا سيستي، دونك ما عندك حتى حل الا ما تطلب الديبانوز وتهز الاقرب ميكانيسيان باش تشوف شنو الحكايه. باهي شنو هي الحكايه؟ باهي اذا كانت قديمه مثلا تيك ما بين ليكوز تنجم تكون فما مونك تاع الويل نتاع الزيت نتاع الاسيستي نقص، سيرتو اذا الكهرباء قديمه الزيت تاع الاسيستي تاعها نقص، والا تنجم تكون زادة الكروا نتاع الاسيستي، الكروا تاع الاسيستي واللي هي تدور البومب، وتنجم تكون زادة البومب تاع الاسيستي تاع ديريكسيون اسيستي بيدها. باهي وتنجم تكون زادة فما كابتور في الاسيستي هو كي يعطي يعمل بيلوتاج نتاع ديريكسيون اسيستي. كابتور هذا زادة مهم على الاخر، نجم يكون هو اللي تهلك. باهي وينجم يكون زادة الموتور، فما موتور الكتريك صغير زادة يجي في النظام تاع ديريكسيون اسيستي، نجم يكون هو اللي تهلك. صحيح صعيب شوية، ما أكثر حاجة إذا كهرباء قديمة لازم تكون البومب تاع الاسيستي وإلا الزيت اللي ينقص. باهي تو اقعد معانا تعدى ولا تموا الثاني، تموا الثاني مهم على الآخر، يشعل برشا عباد تلقاه يشعلك في أي ريسك برشا كراه يشعلوا فيهم برشا عباد يبعثولي ميساج ساعات على تموا هذاكا. واليوم باش نفسروا الفيديو تموا هذاكا. باهي تو باش تعداو تيموا الثاني باش نكملو بيه الحلقة والسيري هذي نتاع لي تيموا، واللي هو اللي قاعد تشوف فيه قدامك نصورك تعرفو حتى كان ما تفهمش الكراهب نصورك راك تعرف تيموا هذاك. باهي نجم نفسركم شنو هي تيموا هذاك باش ما تغلطوش، خاطر فما برشا عباد قاعدين يعملوا برشا حاجات غلطين، ساعات يدور كرهبته في جرة تيموا هذاك واللي هو مش حاجة كبيرة. باهي تيموا هذاك كيما قاعدين تشوفوا فيه اورانجي، دونك سي با غاف فماش حاجة خطيرة انها باش تستلزم انك توقف الكهرباء بالوقت. اول حاجة كيشعلك تيموا هذاك اعطاها تاع اونتي بوليسيون، معناتها تاع حاجة مضرة للبيئة. باه التيموا هذاك كيشعلك ما غير نبدل حتى قطع. علاش نقولك ما غير نبدل حتى قطع؟ خاطر التيموا هذاك الواحد ظهر لي التيموا الوحيد اصلا اللي لي كوز نتاعو برشا باش. دونك الحل الوحيد شنو هي؟ واللي هو انك تمشي تعمل دياغنوستيك، مش تخسر حتى شيء 20 ولا 30 دينار، تعمل ان دياغنوستيك. دياغنوستيك شنو تعمل لك؟ يعطيك كود تاع الكود تاع البروبليم شنو فما، معناتها تعطيك شنو هي المشكل اللي فما، ومن بعد بك الكود هذاك تعرف شنو هي القطعه اللي وراء السبب تاع يشعل التيموا هذايا. حاب نقول لك حاجه، اللي كان التيموا هذاك يشعلك احمر في برشا كراهب يشعل احمر، ولا ساعات يشعلك حتى احمر، والا يشعلك اورانجي ويعمل في كلينيوتون، معناتها وقتها لازم تقف بالكهرباء، معناتها راهي صحيح فما كوز كيما الاخرين، اما وقتها بالرسمي لازم تقف وتشوف كهرباء. باش تقول تو شنو هما لي كوز معناتها عادين على الاخر، كاش نقعد نسميهم لك باش تولي الفيديو على الاخر. باهي شنو باش نعمل؟ باش توريك تو انا في ليستا هوني شنو هي لي كوز هذوما. اما انت ما تبدل حتى قطعه من مخك هكاك، ما تقولش ظهر لي القطعه هذه نو من غير ما تضر كهربتك ولا تزيد تخسر فلوس، امشي اعمل دياجنوستيك وتتعرف شنو هي القطعه بالضبط.
باهي هكا نكون كمان الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم ان شاء الله ما طولتش عليكم وان شاء الله يكون نفعك الفيديو. كان نفعك انزل لايك فما حتى مشكل، وكان ما نفعكش انزل ديزلايك وحط لي في الكومنتير شنو اللي ما عجبكش عادي على الاخر، وبارطاجي الفيديو مع اصحابك.